وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة هالة أحمد سليمان مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا. بداية نرحب بك سيدة هالة. تأكيد معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ بحريننا على أن تعزيز الانتماء الوطني لا يتوقف على التمسك بالعادات والتقاليد فقط وإنما يمتد إلى الإخلاص الوطني. هذا التأكيد أكيد يحمل العديد من الدلالات فيما يتعلق بالأهداف والقيم التي تعمل عليها الخطة الوطنية. كيف سينعكس ذلك إيجابا على محاور التنفيذ؟ مبادرات الخطة الوطنية بحريننا تم صياغتها وتفعيلها تنفيذا لرؤية وفكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله لتعزيز الانتماء الوطني كأول وثيقة رسمية وطنية تؤكد مضمون وتعريف الهوية الوطنية والثوابت والقيم الوطنية لمملكة البحرين وتحقيق مخرجات الخطة ونجاحها معتمدة على المسؤولية الوطنية المشتركة والتضامنية كلنا على حسب أدواتها الخاصة به مثل سلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية وهم شركاء الخطة مؤسسات المجتمع المدني الأسرة والأفراد. وتكمن نجاح هذه الشراكة من خلال الإخلاص للقيادة والوطن والمشاركات الإيجابية المتعددة لبناء مملكتنا الحبيبة ولكن من خلال الالتزام والانضباط والاحترام لقيمنا 18 الوطنية الإنسانية والاجتماعية وأيضا القيم السياسية التي تتميز بها مملكة البحرين. سيدة هالة، الهوية البحرينية متجذرة في الذاكرة الجامعة للوطن، كيف سيتم ترجمة هذا المحور من خلال الخطط الإعلامية والتوعوية كذلك المنوطة بالمكتب التنفيذي؟ أؤكد هنا مرة أخرى أن الهوية الوطنية تقوم على مبدأ الإخلاص والإخلاص يترجم بالانتماء للوطن والأرض الولاء للقيادة وعلى رأس جلالة الملك المعظم الفخر بالانتماء للمحيط الخليجي والعربي والاعتزاز بالتاريخ الوطني. وتم صياغة وتطوير الخطة بشكل ديناميكي لتعزيز الهوية الوطنية حيث قمنا من خلال شركائنا من المؤسسات الحكومية والشبه الحكومي والقطاع الخاص بتنفيذ أكثر من 100 مبادرة وكانت المسؤولية مشتركة في نشر هذه الثوابت والقيم من خلال مبادرات محورها هو الإنسان والمواطن البحريني من خلال الوسائل الرقمية قنوات الإعلام الاجتماعي والتواصل القنوات الإعلامية المطبوعة المرئية والإذاعية. ونتطلع في الثلاث سنوات المقبلة أن نركز على خلق الأثر والتأثير التفاعل المباشر والجماهيري وبالشراكة مع شبابنا صناع مستقبل الوطن أن نخلق موجة إيجابية من خلال صناعة المحتوى البناء وأن يكون هم سفراء قيمنا الوطنية. طيب، بحريننا الآن تشمل تقريبا 104 مبادرات تم إنجاز حوالي 90% منها وأيضا عدد الشركاء التنفيذيين يصل إلى 42 جهة. كيف تحقق ذلك في 5 سنوات وهي فترة يعني لا تعتبر بالطويلة؟ بالفعل لله ولله الحمد تم إنجاز 93% من 104 مبادرات في ال5 سنوات الأولى التأسيسية من خلال الشراكة المجتمعية المتابعات الدورية وضع مؤشرات الأداء والتقييم المستمر. ونعمل أيضا الآن على دراسة وتنفيذ 44 مبادرة جديدة تم تطويرها واستحداثها من خلال شركاء الخطة. بحريننا منصة وطنية من المواطن البحريني إلى المواطن البحريني وهي أيضا منصة شاملة وحاضنة لجميع مكونات المجتمع من خلال المبادرات المطروحة والقائمة على أسس علمية تخدم أهداف الخطة الوطنية في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. يمكن الجدير بالذكر أن عن صياغة الخطة تم إدراج المبادرات القائمة في المملكة الحالية والتي تنصب أنشطتها وأهدافها في عملية تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة. واسمحوا لي أني أكرر هذه الجملة لأن الانتماء مزروع بداخل كل مواطن محب ومخلص لوطنه. وفي نفس الوقت تم استحداث مبادرات جديدة لتتماشى وتواكب تطلعات وطموح الشباب وتحاكي توقعاتهم الحالية والمستقبلية بإذن الله. نعم، إذن الأستاذة هالة أحمد سليمان مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا، شكرا جزيلا لك.